أهلا وسهلا أخوي أبو قاسم. يزن، صوت واضح يا شباب؟ جميل، الحمد لله. كيف حالكم؟ طيبين؟ احنا نحاول ان نتناقش معكم الى ان يجتمع زملائكم اذا ممكن. اسعدهم ان شاء الله يا زين. يا اخوان، وش اللي درسنا في الدروس الماضية؟ تعطوني المواضيع الرئيسة اللي درست في الدروس الماضية، ممكن تكتبون لي على الشات اخوي ابو قاسم او يزن. ايش الخطوط العريضة المواضيع اللي درست في خلال الدروس الماضية؟ ممتاز، طاقة الفوتون، أحسنت. من صاحب فكرة طاقة الفوتون يزن؟ من العالم الذي وضع فكرة طاقة الفوتون أو تجربة طاقة الفوتون، أو عفوا نظرية أينشتاين؟ أحسنت يزن، ممتاز. وأيضا، جميل يزن، وأيضا أحسنت يزن، طاقة الكم. من وضع فكرة طاقة الكم أو قانون طاقة الكم؟ هيا يا إخوان، هيا يزن، أبو قاسم، نبغى نسمع أو نشوف كتابك على الشات. بلانك، إيش رأيك في بلانك؟ نقول بلانك، ممتاز. طيب، اللي سبق وأخذناه في الدروس الماضية تتذكرون يا إخوان، أخذنا الضوء وطاقة الكم، تحدثنا فيه عن الذرة، ثم عن الطبيعة الموجية للضوء، وأيضا تحدثنا عن الموجات الكهرومغناطيسية، خصائص الموجات عرفناها، الطيف الكهرومغناطيسي تحدثنا عنه بشكل مسهب، عرجنا على مفهوم التأثير الكهروضوئي، ثم الطبيعة المادية للضوء، مفهوم الكم، وأيضا الفرق بين طاقة الكم وطاقة الفوتون، عرفنا الطبيعة الثنائية للضوء، التأثير الكهروضوئي زي ما ذكرنا، ثم أخذنا طيف الانبعاث الذري، وعرفنا مفهوم طيف الامتصاص، وأيضا يا إخوان عرفنا قوانين زي قانون طاقة الفوتون، طاقة الكم، وطاقة أو قانون السرعة والتردد اللي هو حاصل ضرب التردد في الطول الموجي. هذه كلها درست خلال الأيام الماضية، خلال الأيام الماضية. اليوم بإذن الله تعالى راح ندخل في باب آخر، باب جديد، اللي هو طبعا الدروس هذه كلها في الفصل الأول. خلصنا الباب الأول اللي هو الضوء وطاقة الكم، اليوم راح يكون عندنا الباب الثاني، نظرية الكم والذرة. نظرية الكم والذرة، على بركة الله نبدأ درسنا اليوم، وزملائكم إن شاء الله راح يلحقون خير عشان بس ما يداهمنا الوقت. طبعا المرحلة الثانية ثانوي، نظام تعليم عام، مادة كيمياء، نظرية الكم والذرة، تقديم أخوكم ثامر الأحمري، وإعداد الأستاذ القدير سعود العنزي. هذا يعتبر الدرس الرابع، الدرس الرابع اللي نأخذه في دروس، نأخذه في دروس. نموذج بور الذري. العالم بور كان له اقتراحات في هذه الذرات. من أشهر اقتراحات بور عن هذه الذرة أن لذرة الهيدروجين كمثال، وهو الذرة التي قام بور بتركيز الدراسة عليها، مجالات طاقة معينة. لاحظ هذا المجال الأول، المجال الثاني، يسمح للإلكترون بالتواجد فيها. لاحظ هذا الإلكترون موجود، وهذا الإلكترون موجود، مفترض أن يكون في الأعلى هنا موجود. إذن هذه من أهم أفكار واقتراحات بور. شيء ثاني، أن هذا الإلكترون يتحرك حول النواة في مدارات دائرية. هذا المقترح الثاني لبور، المقترح الثاني لبور، أن الإلكترونات تتحرك حول النواة في مدارات دائرية. العالم بور قال أن هناك نوعين من الذرات أو من حالات الذرات. حالة اسمها حالة إيش يا إخوان؟ ها يزن، حالة إيش؟ حالة ماذا يزن؟ استقرار، ممتاز.
أبو قاسم هذه حالة إيش؟ حالة إيش؟ أبو قاسم ماي؟ يزن؟ حالة الاستقرار. ممتاز أبو قاسم، أحسنت الإثارة. طيب حالة الاستقرار من يقرأها لي يا شباب؟ يعني هذه الذرة، من يفسر لي وضع الإلكترون هنا والنواة هنا؟ ها يا إخوان، يعني إيش اللي فهمته من الرسمة هذه؟ يزن يستقر الإلكترون عندما يتجه نحو، أحسنت، إجابة منطقية، يستقر الإلكترون، ممتاز أبو قاسم، إذا يستقر الإلكترون عندما يتجه نحو النواة، في الحقيقة مو عندما يتجه نحو النواة، العالم بور أكد أن الحالة التي تكون فيها الإلكترونات في أدنى طاقة، نعتبر هذا أدنى طاقة، أقل طاقة، الحالة اللي يكون فيها الإلكترون، هذا هو الإلكترون يا إخوان، عند المستوى القريب من النواة فنعتبره في أدنى طاقة. إذا بعد المستوى الثاني ما يعتبر في أدنى طاقة ولا يعتبر في حالة الاستقرار، راح يتغير إلى حالة أخرى هي حالة إيش؟ الإثارة. إذا مرة ثانية، حالة الاستقرار عند بور هي الحالة التي تكون فيها الإلكترونات في أدنى طاقة، في أقل طاقة، يعني في أقل مستوى، هذا المستوى أقرب مستوى للنواة. ثم وضح العالم بور حالة الإثارة. طيب يا إخوان، من يقرأ لي حالة الإثارة؟ هاي شباب، ايش تفهم الرسمة هذه عن الإثارة؟ الإلكترون بعيد عن ماذا؟ جميل جدا يا زين، ممتاز أبو قاسم، الإلكترون في أعلى طاقة، جميل، الإلكترون بعيد عن نواة، أحسنت يا أختي هلا، ممتاز. إذا يا إخوان كلامكم كله صحيح، هذا الإلكترون كان هنا وانتقل إلى الأعلى، لاحظوا كان هنا وانتقل إلى الأعلى، حالة الإثارة بمعنى أن هذا الإلكترون أعطي مؤثر وطاقة اكتسبها فانتقل من المستوى الأقل إلى مستوى أعلى في الطاقة. ولاحظوا في نقطة أكدها بور على نموذجه، قال أن طاقة الذرة تزداد كلما كبر مدارات الإلكترونات وتقل كلما صغر المدار، بمعنى مدار هذا أكبر أكبر أكبر، كلما كبرت المدارات كلما زادت طاقة الذرة إجمالا إجمالا. هذه الفكرة أتمنى تكون في بالكم، يعني هنا عندي مدارين، الذرة لها ثلاث مدارات تكون طاقتها أكبر، هذا المدار الأول عفوا، وهذا المدار الثاني، لو كان في مدار ثالث كان طاقة الذرة هذه أكبر، لأربع مدارات طاقتها تكون أعلى وأعلى وهكذا. نموذج بور الذري وضح أن هناك علاقة طردية بين مدار الإلكترون وطاقته، بمعنى هنا المدار، طبعا ذكر بور أن يوجد حول النواة سبع مستويات رئيسية تبدأ بواحد وتنتهي بسبعة، وأكد بور على نقطة مهمة جدا، أن نصف قطر المدار الأول تقريبا 529 من 10 آلاف، المدار الثاني له نصف قطر أكبر من هذا من المدار الأول، المدار الثالث نصف قطرة أكبر من المدار الثاني، المدار الرابع نصف قطرة، إلى أن يكون أعلى يا أخوان، أعلى نصف قطر في المدارات الستة هذه وينه؟ في أي مدار؟ هاي شباب سبعة، أحسنت، مفترض يكون عندي مدار السابع، ممتاز يزن، هو سبع، أحسنت يزن، هو سبع، نعم إذا هو سبعة أعلى نصف قطر. طيب أعلاهم طاقة يا إخوان، ممتاز أبو قاسم، ممتاز هلا، أعلى المدارات هذه في الطاقة هو إيش؟ أيضا سبعة، ممتاز، أعلى المدارات في الطاقة هو المدار السابع، لو كان موجود يكون أعلى في الطاقة، لكن أمامي هنا ست مدارات، إذا الأعلى راح يكون هو إيش؟ ستة، لأن كلما ابتعدنا عن النواة زادت طاقة المدار، علاقة طردية بين مدار الإلكترون وطاقته، يعني هنا رقمه خمسة هو المدار الخامس، وطاقته كم؟ طاقته كم هنا يا شباب؟ المدار هذا كم طاقته؟ ممتاز، طيب كم طاقة المدار هذا؟ أحسنت يا أختي هلا، ممتاز هلا، كل ما ابتعد زاد الطاقة، المدار هذا طاقته كم يا شباب؟ ممتاز، خمسة، ممتاز، لا نعتبرها خمسة يا زين، المدار هذا طاقته خمسة، جميل جدا. إذن
لاحظوا معي بارك الله فيكم، هنا في تطبيق، كلما زاد حجم مدار الإلكترون فإن طاقة الذرة إيش؟ لا تتأثر، تتضاعف، تزداد، تقل، كلما زاد حجم. يا إخوان ما نبغى أي إجابة على الشات، رجاءً لا أحد يتحمس على الشات، نبغى نعطي طالب يجاوب يا إخوان. يلا يا شباب، نبغى واحد يرفع يده يستخدم رفع اليد. هنا رجاءً رجاءً ما نبغى أي إجابات على الشات الآن، في طالب يستلم القلم وبيجيب على الشات. هلا تفضلي، القلم معك اختي هلا. الآن القلم معك، استخدم القلم. في تطبيقات قادمة إن شاء الله. استخدم القلم اختي هلا، جاوبي. أشري على الإجابة الصحيحة. ممتاز، تزداد. ممتاز، إذا الإجابة الصحيحة هي تزداد، أحسنت يا غلا. إذا يا إخوان كل ما زاد حجم مدار الإلكترون فإن طاقة المدار تزداد. طيف الهيدروجين، يا اخوان انتبهوا معي، ذرة الهيدروجين، طب العالم بور ركز دراسته على الهيدروجين، في احد يقدر يعطيني السبب ان العالم بور اختار الهيدروجين للدراسة يا اخوان؟ لماذا العالم بور اختار الهيدروجين للدراسة يا اخوان؟ ليش ما اختار الاكسجين؟ ليش ما اختار النيتروجين؟ هاي شباب، هاي يا اخوان، في إجابة؟ أقدر أقول أن العالم بور اختار الهيدروجين للدراسة. لو رجعنا للشريحة الأولى، لو رجعنا للشريحة الأولى، لاحظوا يا شباب، هذه ذرة هيدروجين يحتوي على كم إلكترون؟ كم إلكترون يا إخوان؟ ممتاز، واحد. إذا نقدر نقول هذا السبب الرئيسي اللي خلى بور يختار الهيدروجين، لأنه يحتوي على ماذا؟ على الكترون واحد، وبالتالي سهل دراسته. نقدر نقول لان الهيدروجين ابسط العناصر. لماذا الهيدروجين ابسط العناصر؟ لانه يحتوي على الكترون واحد. الان نرجع يا اخوان، ممتاز، مستويات طاقه معينه. طيب لاحظ معي يزن وابو قاسم وهلا واخوي احمد، لاحظوا معي بارك الله فيكم، طيف الهيدروجين الخطي الان، ذره الهيدروجين تكون في حالة مستقرة استقرار كامل عندما يكون الإلكترون في مستوى الطاقة الأول، واضح؟ حجمه صغير أحمد، طيب جيد أحمد. إذا ذرة الهيدروجين تكون في حالة مستقرة عندما يكون الإلكترون في مستوى الطاقة الرئيسي الأول، عندما يضاف للإلكترون هذا طاقة من مصدر خارجي، من أي مصدر، ينتقل هذا الإلكترون يا شباب إلى مستوى أعلى في الطاقة، لاحظوا كان هنا وانتقل إلى هنا، واضح؟ وعندها نسمي الذرة هذه يا شباب حالة مثارة، كانت هنا حالة استقرار، هنا حالة مثارة، لاحظوا حالات المثارة، يعود الإلكترون من المستوى الأعلى هذا، هذا الإلكترون يعود، راح نرجع لها يزن، راح نرجع لها يزن هذه، هذه ما وصلنا لها الآن. يعود الإلكترون من مستويات الأعلى إلى الأقل في الطاقة وينطلق فوتون ضوئي، ينطلق فوتون، متى ينطلق الفوتون؟ عندما يعود الإلكترون من المستويات العليا إلى المستوى الأصلي أو إلى مستوى الأقل في الطاقة. إذا انتقال الإلكترون من مستوى أقل إلى مستوى أعلى في الطاقة لا يجعل الذرة تشع ضوء، أو لا يجعلنا يا إخوان، لا تجعل الذرة يطلق فوتون، ولكن عودة الإلكترون عفوا من المدار الأعلى إلى المدار الأقل في الطاقة يجعلها تطلق فوتون. طيب كم قوة الفوتون هذا؟ كم طاقته؟ طاقة الفوتون تساوي طاقة المجال الأعلى ناقصا طاقة المجال الأعلى. بمعنى افترض أن هذا الإلكترون وصل للمستوى الرئيسي الرابع، كم طاقة الفوتون؟ طاقة الفوتون تكون طاقة 4 ناقصا 1، هذه طاقة الفوتون. إذا كيف نحسب طاقة الضوء أو طاقة الفوتون عفوا؟ عندما يعود الإلكترون إلى المستوى الأقل في الطاقة نبدأ نطرح، نقول طاقة الفوتون تساوي طاقة المجال الأعلى اللي وصل له، افترض أنه وصل المدار الخامس أو السادس، نطرح المدار الخامس أو السادس من مدار الأقل في الطاقة. طيف الهيدروجين الخطي، طيف الهيدروجين الخطي، أيضا استكمالا لدرس طيف الهيدروجين الخطي يا اخوان،
لاحظوا معي، رجوع الإلكترونات من مستويات عليا إلى المستوى الأقل في الطاقة ياخذ 3 حالات، إما يكون سلاسل تحت حمراء وهي تحت ما يسمى بسلاسل باشن، أو سلاسل ضوئية ضوء مرئي وتحت ما يسمى بسلاسل بالمر، أو سلاسل فوق بنفسجية أو ما يسمى بسلاسل ليمان. إذا الإلكترونات عندما تطلع من مستواها الأقل في الطاقة إلى المستوى الأعلى ثم ترجع تأخذ 3 حالات، لاحظوا معي واضح؟ كيف أميز، عليكم السلام بلال، كيف أميز بين ال3 حالات؟ إذا رجعت الإلكترونات إلى المستوى الرئيسي الثالث فقط، لاحظوا هذا يكون من ضمن سلاسل باشن، عليكم السلام. إذا رجعت من المستويات العليا إلى المستوى الرئيسي الثاني هذا يكون من ضمن سلاسل بالمر. إذا رجعت الإلكترونات المستويات العليا إلى المستوى الرئيسي الأول هذا سلسل ليمان. إذا يا إخوان عندي سلاسل باشن وبالمر وليمان، أفرق بينهم استقرار الإلكترون في رجوعه، هذه الإلكترونات في باشن استقرت عند المستوى الرئيسي الثالث، الإلكترونات في بالمر استقرت عند المستوى الرئيسي الثاني، الإلكترونات في ليمان استقرت عند المستوى الرئيسي الأول. أتمنى تكون الصورة واضحة. واضحة يا إخوان هنا؟ واضحة يا شباب؟ راح نطرح عليها نقاشات الآن، راح نسأل فيها. طيب ممتاز، لاحظوا معي هذا التوضيح اللي قبل شوي ذكرناه، مجالات الطاقة متشابهة لدرجات السلم، لاحظوا هذه درجات السلم، هذا الأقل طاقة وهنا الأعلى في الطاقة، حتى يعني لو نقيسها على علينا حنا الجهد اللي تبذله هنا طاقة قليلة، وإذا بدأت تطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق أن تصل على طاقة أعلى. لو سألتكم سؤال يا شباب، هل نقدر نقف بين درجات السلم هنا؟ هل نقدر نستطيع؟ راح نعيد أحمد بس انتبه معي. لا، وهذا ما وضحه العالم بور. قال العالم بور أن الإلكترونات تدور في مسارات دائرية، بمعنى لا يمكن أن تكون الإلكترونات في مسارات أو خارج المسارات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسن، أهلا وسهلا. واضح يا إخوان؟ هذا ما وضحه العالم بور، وسمى يعني تخيل عندي هذه المستويات الرئيسية 1 2 3 4 5 6 7 اللي توجد حول النواة، توجد حول النواة، مع ملاحظة نقطة يا شباب، وضح العلماء بعدين أو لاحقا أن المستويات ما هي متوازنة بالشكل هذا، يعني المستوى لاحظ بين الأول والثاني في فراغ كبير، يعني مو زي بين هنا وهنا، فما هي زي درجات السلم يعني بالضبط، لا، في مجالات بينها فراغات كبيرة وفي مستويات بينها فراغات صغيرة ومتوسطة زي ما أنتم شاهدين. الأسهم هذه هي كانت لسلسلة بالمر، رجوع المستويات عفوا رجوع الإلكترونات من مستويات عليا إلى المستوى الثاني، إلى المستوى الثاني، ورجوع الإلكترونات من مستويات عليا يا إخوان إلى المستوى الثالث كانت من ضمن سلسلة ماذا يا شباب؟ اكتبوها لي على الشات. باشن يزن، ممتاز، أحسنت يزن. طيب رجوع الإلكترونات من مستويات عليا في الطاقة إلى المستوى الرئيسي الأول، ممتاز ممتاز أبو قاسم. لمن؟ أحسنت، لمن، ممتاز، إجابة موفقة يا شباب. مرة أخرى تظهر سلسلة ليمان عند انتقال الإلكترونات من مستويات الطاقة العليا إلى مستوى الطاقة الرئيسي رقم كم؟ يا يزن، تفضل يزن، أخوي يزن، قلم معك يزن، اختار الإجابة الصحيحة. سلسلة ليمان عند انتقال الإلكترونات من مستوى الطاقة الأعلى أو العليا إلى مستوى الطاقة رقم كم؟ قلم معك أخوي يزن، أحسنت يزن، إلى مستوى الطاقة الأول، ممتاز، شكرا يزن. تظهر سلسلة باشن عند انتقال الإلكترونات من مستويات الطاقة العليا إلى مستوى الطاقة، تفضل يا بلال، بلال حمص تفضل، قلم معك يا بلال. حسام يا ريت نجاوب فقط باشن، تأكد إجابتك يا بلال.
لا 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 تمسح، لا تمسح يا بلال، لا تمسح لا تمسح. انت خلاص ما قصرت انت. طيب اختار الإجابة الصحيحة، اختار الإجابة الصحيحة، اختار الإجابة الصحيحة. ممتاز، أحسنت، إجابة صحيحة. شكرا يا بلال. محددات نموذج بور الذري، أو ما يسمى ب عيوب نموذج، أو ما يسمى بمميزات نموذج بور الذري، أو عيوب مميزات نموذج بور الذري، المآخذ على نموذج بور الذري، هذه كلها فسرت في عدة نقاط. فسر الطيف المرئي للهيدروجين فقط، لم يستطع تفسير طيف العناصر الأخرى. يا شباب ليش ما استطاع أن يفسر طيف عنصر زي الأكسجين؟ يعني ليش اختار الهيدروجين لتفسير الطيف زي ما قلنا يا شباب؟ هاي يا شباب، لماذا اختار الهيدروجين لتفسير الطيف الخطيلة؟ لأنه أبسط، ممتاز، لأنه أبسط شيء، لأنه أبسط العناصر نقدر نقول، لأنه أبسط العناصر، ممتاز. لم يستطع تفسير السلوك الكيميائي للذرات، وأيضا فكرته عن ذرة الهيدروجين وضعت الأساس النماذج الذرية اللاحقة، بمعنى أن نفترض أن الإلكترون يدور في مدار دائري، يعني العالم بور من ضمن المآخذ عليه أن ذكر الإلكترونات تدور في مدارات دائرية فقط، بينما راح نجد مستقبلا أن الإلكترونات تدور في مدارات فراغية، يعني تدور يعني الذرة ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا أو كما سوف يأتينا لاحقا بإذن الله تعالى. النموذج الميكانيكي بمعنى النموذج الحركي الكمي للذرة. من تكلم عن النموذج الميكانيكي للذرة والنموذج الحركي الكمي للذرة هو العالم دي براولي. العالم دي براولي وضع أساسيات مهمة، قال أن الجسيمات المتحركة لها حركات موجية. العالم دي براولي قال كل جسيم متحرك، كل جسيم متحرك فله حركة، إيش حركة؟ إيش يا إخوان؟ حركة موجية. ومن ضمن الجسيمات المتحركة أكيد كان جسيم ال أو الإلكترون، كان الإلكترون. ذكر العالم دي براولي أن الإلكترونات تكون مقيدة بمدارات دائرية لها أنصاف أقطار ثابتة، وذكر أن الإلكترون يشع موجات ذات أطوال وترددات وطاقات ثابتة. هذه كلها من نموذجات أو من أفكار العالم دي براولي. دي براولي وذكر أن هناك علاقة بين الجسيم والموجة والكهرومغناطيسية، الطول الموجي يساوي ثابت بلانك على كتلة في السرعة. من هذه العلاقة الرياضية استطاع العالم دي براولي أن يثبت أن الإلكترونات حركة موجية. كيف أثبت العالم دي براولي أن الإلكترونات حركة موجية في هذه العلاقة؟ لاحظوا معي بارك الله فيكم. العلاقة تقول أن الطول الموجي يساوي ثابت بلانك على كتلة ضرب السرعة. والجسم اللي عندنا يا اخوان، احنا نتكلم عن الالكترون الان، احنا نتكلم عن الالكترون. الصوت واضح الان يا شباب؟ صوت واضح؟ الاخ احمد يقول صوت مو واضح. طيب كويس، يا ريت يا اخوان اي شوشره في الصوت او مو واضح او صوت منخفض تنبهونا. بس مره اخرى، هذه العلاقه الرياضيه وضعها العالم دي براولي. العلاقة بين، الآن راح أخذ العلاقة بين الطول الموجي و وإيش؟ والكتلة، والكتلة. معروف أن كتلة الإلكترون صغيرة جدا جدا جدا، كتلة صغيرة، كتلة الإلكترون صغيرة، صغيرة جدا. والعلاقة بين الطول الموجي والكتلة علاقة عكسية على ضوء العلاقة. إذا أثبت دي براولي من هذا المنطلق أن بما أن كترة الإلكترون صغيرة جدا، إذا الطول الموجي راح يكون إيش؟ راح يكون إيش يا شباب؟ على ضوء العلاقة العكسية راح يكون عالي. إذا من هذه العلاقة أثبت العالم دي براولي أن الإلكترونات حركة موجية، وهذه تستخدم من الأدلة لإثبات موجية الإلكترونات، لإثبات موجية الإلكترونات. عندي تصويت يا اخوان، اتمنى الجميع يشارك فيه.
أبغى أتأكد فقط أن الجميع حاضر ذهنيا معنا وفاهم ومستوعب الكلام اللي قلناه. ممكن يكون تصويت مكرر أو يمكن يكون مكرر لتقويم سابق. تفضل يا شباب. تصويت واضح؟ عرض التصويت ولا لا؟ سلسلة باشن، خذ وقتك وفكر قبل ما تجيب. جميل، ممتاز. اللي معي في الحضور 8، المشاركة في التصويت 6 بس، رجاء الجميع يشارك في التصويت. 4 فقط أجابوا. لاحظوا معي. هلا وأحمد عبد الكريم، اختياراتكم تشوفونها صحيحة. سلسلة باشن، الأشعة تحت الحمراء، يرجع الإلكترونات مستويات عليا في الطاقة للمستوى الرئيسي رقم في الحقيقة 3. باشن في الحقيقة أكد أنها رجوع للمستوى الرئيسي 3. أحسنتم، بارك الله فيكم يا شباب. إذا معادلة دي براولي أثبتنا فيها أن هناك علاقة عكسية بين الطول الموجي وكتلة الجسيم، والجسيم اللي عندنا هو الإلكترون. إذا والجسيم اللي عندنا الإلكترون، والإلكترون معروف أن كتلته صغيرة جدا جدا جدا، وبالتالي له طول موجي عالي ومرتفع. مبدأ هايزنبرغ للشك، لاحظوا فوتون ضوئي لها أطوال موجية. الطول الموجي يا اخوان منخفض هنا، من هنا الى هنا، طول موجي قصير، يصطدم بالكترون. هذا الكلام كله قبل التصادم. فوتون يصطدم، طبعا هو تحقيق المبدأ هايزنبرغ للشك، وراح نعرف مفهوم مبدأ هايزنبرغ. عند اصطدامه تزداد سرعة الالكترون، ينطلق الالكترون تزداد سرعته، طبعا الالكترون متحرك. و الطول الموجي، لاحظ هذا الفوتون، لاحظ الطول الموجي تغير، أصبح الطول الموجي إيش يا إخوان للفوتون، يزداد الطول الموجي للفوتون. لاحظ هنا كان صغير من هنا إلى هنا، والآن أصبح مسافة من هنا إلى هنا لمسافة يقاس فيها الطول الموجي كبير وعالي. طبعا مبدأ هايزنبرغ للشك، أكد هايزنبرغ أنه كفكرة مهمة جدا ل وضع الإلكترون. أكد هايزنبرغ يا إخوان أن من المستحيل معرفة سرعة جسيم ومكانه في الوقت نفسه وبدقة، يعني يستحيل فعلا نحدد مكان وسرعة هذا الإلكترون بشكل دقيق. والسبب يا إخوان، في أحد يقدر يعطيني السبب ليش ما نقدر نعرف مكان الإلكترون بشكل دقيق؟ ليش هايزنبرغ يقول يستحيل عمليا نعرف مكان وسرعة هذا الإلكترون؟ هاي يا شباب، ها يا اخوان، صغير جدا. جميل، إجابة جيدة. هلا، جيد، إجابة جيدة، لكن ليست الإجابة الأمثل يعني الكاملة. ها يا اخوان، عشان الوقت بس، بارك الله فيكم، نقدر نقول أن بسبب أن الإلكترون يمتلك خاصية إيش؟ موجية. سهل أو صعب إنك تضبط وقت أو سرعة أو مكان هذا الجسيم، وأيضا سرعته العالية جدا 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 تخلي من الصعوبة إثبات مكان أو تحديد مكان وسرعة الجسيم وبالتالي الإلكترون. لماذا من المستحيل أن نعرف بدقة سرعة، أو أن نعرف بدقة، نحدد بدقة مكان وسرعة الإلكترون في الوقت نفسه؟ قلنا يا إخوان المصعب تحديد مسارات ثابتة الإلكترونات، ما يمكن معرفته فقط والمكان الذي يحتمل ان يكون فيها الالكترون فيه، يعني ممكن نقول نخضع لقوانين يسمونها الاحتمالات، محتمل يكون الالكترون في منطقة ألف، محتمل يكون في منطقة باء، وهكذا. المجال الذري، هذه النواة وهذه مجموعة من الالكترونات حولها. هذا المجال الذري هو منطقة ثلاثية، او المستوى الذري منطقة ثلاثية الابعاد تصف موقع الالكترونات حول النواة.
هذه المنطقة يا شباب هي منطقة اللي تكلم عنها هو العالم شرودنجر، وأكد فيها أن هناك منطقة ثلاثية الأبعاد، يعني كل الاتجاهات ثلاثية، طول وعرض وعمق، أو طول وعرض وارتفاع، محتمل وجود الإلكترونات فيها في كل الاتجاهات والأبعاد، وهي معادلة للعالم شرودنجر. واعتبر هذا العالم أن دالة موجية ترتبط مع احتمالية وجود الإلكترون ضمن حجم معين ومكان معين، ضمن حجم معين ومكان معين. وأيضا وضع مقترح ما يسمى بالإلكترون كلاود، اللي هو السحابة الإلكترونية، ذكر فيها أن منطقة تقع في الفراغ الموجود حول النواة، وهذا الفراغ يزداد فيه احتمال وجود الإلكترونات فيها. بمعنى يا إخوان، تخيلوا معي، لو كانت هذه هي النواة بالشكل هذا، هذه الذرة عفوا، وهذه النواة بالشكل هذا، العالم شرودنجر قال هناك منطقة توجد حول النواة يحتمل وجود الإلكترونات فيها في كل الاتجاهات والأبعاد، سماها تظهر كأنها السحابة الإلكترونية، يعني شبهها بالمروحة تقريبا، شبهها بالمروحة تقريبا. لما تنظر المروحة قبل ما تشغلها تجد 3 أعمدة أو 4 أعمدة، لكن بعد عملية تشغيل المروحة، بعد عملية تشغيل المروحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد عملية تشغيل المروحة تجد إيش؟ أنها لا يمكن أنك تجزم منها 3 أعمدة، ممكن تكون أكثر من 3 أعمدة. نفس الكلام بالنسبة للإلكترونات، هذا الإلكترون، طبعا هذه، تخيل هذه مرة ثانية يا شباب. هذه النواة، هذه الذرة عفوا، وهذه النواة، الإلكترونات تكون موجودة بالشكل هذا كمقترح لوجودها، تتحرك إلكترونات في مسارات حول النواة بالشكل هذا، زي ما تشاهدونها كثيرا، أنتم تشاهدونها في بعض المجلات العلمية وبعض، لكن الحركة سريعة جدا، الحركة سريعة جدا جدا، فتظهر أنها أكثر من 3 إلكترونات. عليكم السلام ورحمة الله عبد الرحمن، أهلا وسهلا. نجي على خلاصة درسنا، أو خلاصة النقاط اللي راح نستعرضها الآن قبل ما ننتقل إلى الفرق بين الموجات، تفسير نموذج بور للذرة طفل الهيدروجين، معادلة دي براولي، بين طول موجة الجسيم وكتلته وسرعة المتجه، وثابت بلانك، هذا الطول الموجي يساوي ثابت بلانك على الكتلة في السرعة. يفترض النموذج الميكانيكي الكمي للذرة الإلكترونات خواص موجية، خواص موجية. هذه خلاصة ما يسمى بنموذج بور الذري، نقاط عن نموذج بور الذري. لو جينا يا إخوان، لحظة يا شباب، راح ناقش مقارنة سريعة بين نموذج بور الذري وبين النموذج الميكانيكي للذرة، يعني الذرة في النظرية الذرية الحديثة نقدر نسميها، ونموذج بور الذري. من يعطيني يا إخوان؟ هاي شباب، من يعطيني بارك الله فيكم الفروقات بين نموذج بور الذري والذرة في النظرية الذرية الحديثة؟ خاصية الإلكترونات، إيش معنى خاصية الإلكترونات هنا يا شباب؟ يعني صفة الإلكترون، نعتبر الإلكترون إيش؟ نموذج بور اعتبر الإلكترون مجرد إيش؟ مجرد إيش؟ هاي شباب، مجرد جسيم فقط. بينما الذرة النظرية الحديثة يا إخوان وضحت أن الإلكترونات جسيم، أي وأيضا جسيم، وأيضا لها خواص إيش؟ خواص إيش؟ خواص موجية، موجية. ممتاز. إذا نموذج بور الذري بالنسبة لخاصية الإلكترونات وضح أن الإلكترون جسيم فقط، ولكن نموذج الذري الحديث أثبت أن الإلكترون جسيم وله خاصية موجية. الطيف الذري، العالم بور فسر الطيف الخطي لأي عنصر يا شباب؟ من يتذكر يا شباب؟ ها يا أخوان، الهيدروجين. صار، أحسنتي، ممتاز يا زين، ممتاز أبو قاسم، ممتاز العنود، أحسنتي. إذا العالم بور فسر الطيف الخطي للهيدروجين، وهذا من ضمن النقاط التي
تحسب للعالم بور، ممتاز. ولكن النظرية الذرية الحديثة أو ما يسمى بالنموذج الميكانيكي للذرة استطاع أن يفسر أطياف أخرى غير الهيدروجين، غير الهيدروجين، واضح؟ هذه أيضا من ضمن النقاط التي تحسب النظرية الذرية الحديثة. انتبهوا معي، راح أطلب منكم تعيدونها بشكل سريع. وضع الإلكترونات حول النواة. العالم بور قال أن الإلكترونات حول النواة تدور في مسارات إيش يا شباب؟ مسارات دائرية فقط. ولكن النموذج الميكانيكي الكمي، ممتاز، النموذج الميكانيكي الكمي وصف مسار الإلكترون حول النواة ووضح أن هذه الإلكترونات تدور في مسارات دائرية وبشكل مموج إلى آخره. لاحظوا معي، نموذج بور الذري ذكر خاصية الإلكترون أن خاصية جسيمية، والنموذج الميكانيكي ذكر أنها موجية وجسيمية. في الطيف الذري فسر فقط خطوط طيف ذرة الهيدروجين وعرفنا ليش اختار الهيدروجين، والنموذج الميكانيكي فسر خطوط طيف ذرات أخرى غير الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، الفلور، الكلور، البروم إلى آخره. وضع الإلكترونات حول النواة، بور وش اللي قال عن وضع الإلكترونات حول النواة؟ قال لا محاولة لوصف مسار الإلكترونات حول النواة، وصف مسار الإلكترونات حول النواة، نموذج ليس له محاولة لوصف مسار الإلكترونات حول النواة. هذه نقطة يجب أن نتنبه لها يا شباب. عودة يا إخوان إلى بعض النقاط فقط نحب نعلق عليها حول المستويات الرئيسية. راح نعرف أن عندنا مفهوم يا شباب يسمى مفهوم الكم. لاحظوا معي يا شباب، بالنسبة للطيف الهيدروجين الخطي، عودة أخرى لمفهوم طيف الهيدروجين الخطي وكيف نحسب طاقة الفوتون فيه. هذا الإلكترون في المستوى الأقل في الطاقة، وهذه الحالة سميناها إذا تتذكرون حالة إيش يا إخوان؟ وجود الإلكترونات في أقل مستوى للطاقة نسميها حالة إيش يا شباب؟ حالة الاستقرار. يزن، ممتاز. متى ينتقل الإلكترون لمستويات عليا يزن؟ هاي شباب، متى ينتقل، ممتاز هنا، متى ينتقل الإلكترون لمستوى أعلى في الطاقة؟ متى؟ هاي يا إخوان، لاحظ الإلكترون كان موجود في المستوى الأقل ثم انتقل للمستوى الأعلى. السؤال متى ينتقل لمستوى أعلى في الطاقة؟ إذا زادت طاقته. طيب زيد طاقته على، ممتاز، هي إجابة جميلة، لكن إذا عرضناه لمؤثر تزيد طاقة لما ينشط، ممتاز أحمد. لما يجي هيدروجين، لا لا، هو طيف هيدروجين، لا، هو لما يعطى مؤثر، لما يعطى طاقة، لما يعطى طاقة ينتقل لمستويات أعلى في الطاقة. هذا الإلكترون في وضعه الجديد اللي هو الأعلى في الطاقة يكون غير إيش؟ غير مستقر، غير مرتاح، فيحن إلى مستواه الأصلي، يرجع أو المستوى الأقل في الطاقة، فيفقد الطاقة اللي صعدها، يفقدها في نزوله، ولكن يفقدها على شكل ضوء. أقدر أني ألخصها لكم يا إخوان في نقطة بسيطة جدا قبل ما أختم درسي اليوم. لاحظوا بارك الله فيكم، هذا المدار وهذا مدار، هذا الإلكترون في المدار الأصلي، وسمينا هذه الحالة بحالة الاستقرار، حالة الاستقرار. هذا الإلكترون في المدار الأصلي، لما يعطي الإلكترون طاقة ينتقل إلى المدار الأعلى، ينتقل من المدار هذا إلى المدار الأعلى. متى؟ في حالة اسمها حالة الإثارة، حالة الإثارة. الإلكترون في مداره الجديد، ممتاز، كل ما صغر مدار الإلكترون تقل طاقته، أحسنت يا سارة. الإلكترون في مداره الجديد هذا يكون غير مستقر، فيرجع إلى مدار الأصلي. رجوعه إلى مدار الأصلي يجعله يطلق طاقة، يجعله يطلق طاقة، يطلق فوتون، يطلق ما يسمى بفوتون. ولذلك نسمي هنا الطيف زي ما قلنا سابقا طيف الامتصاص، وكأن المدار هذا امتص الإلكترون، كأن المدار هذا امتص الإلكترون، وهنا نسميه طيف الانبعاث. ليش سمينا طيف الانبعاث؟ لأن الطاقة انبعثت في رجوع الإلكترون إلى المدار الأصلي، إلى المدار الأصلي. أتمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في تبسيط هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والنجاح.